صباح الخير لكل المشاهدين يلي انضموا لنا، وطبعا لكل الناس يلي دايما بتتسوق من خلال ابوتيك عبر 79.100. مخرج صوتك معنا على الهواء. بحييكم كلكم، المخرج رامي حداد كمان بسلم عليكم. فتابعوا هيدي الحلقه اللي حتكون شيقه، وطبعا كلها اوفرز، ودائما بقول لكم في برودكت بتخلص على الهواء، فبليز كل برودوي بيعجبكم وبدكم اياه دغري اتصلوا فينا على 79.100 225 678 9، ونحن بنوصلكم اياه اكيد من دون اي تكاليف اضافيه. لحد دغري من فرن ماستر شيف، يلي هو فرن بسعه 45 لتر، فرن فيكون بحي الله بيت، وحتى الناس اللي سبق وشارين هيدا الفرن فيهم ياخذوا نفسه على الشاليه على بيت الجبل، لانه كثير سهل انه نستخدمه للخبز، لتحضير الماكولات مثل الكبه بالصينيه، المعكرونه، الكفته، وحتى اذا بدي اشوي فروج داخل هيدا الفرن قادره اعمل هيدا الشيء. ليش سريع؟ لانه بيشتغل على نظامين، اولهم هو الريزيستانس، والثاني هو الكونفكشن، يعني صار عندي حراره طالعه من الكهرباء يلي هي ريزيستانس، وحراره طالعه ايضا من الهواء السخن يلي هو كونفكشن، وساعتها بصير عنده نجاح بالخبز. مضبط الاحكام، وطبعا الكبر تبعه بيسمح لكم تعملوا اكل للعيلة كلها. الازرار يلي كمان مرة واضحة بانه واحد يقدر يستعملها، ان كان التوقيت، ان كان تشغيل الريزيستانس من اي جهة، فوق تحت او الاثنين سوا، الحرارة يلي بتوصل ل 250 درجة، او حتى نظام الكونفكشن ونظام الشواية موجود. فاتصلوا فينا هلا على الارقام اللي عم تقطع قدامكم على الشاشه، وحصلوا على فرن ماستر شيف يلي مكفول سنتين على 79.100 225 678 9، تحصلوا عليه ب 108 دولار. رح ننتقل مباشره لراس الهابز، وكمان مره اعرفكم اكثر عن الميكس اند جو يلي هي طريقه لذيذه ومهضومه، ان احضر جنسين من المشروب، او فيهم يكونوا صنفين من صلصة السلطة. فاليوم عندي موتور قوي، طبعا راس الهبز ماركة بغنى عن التعريف بقوة موتورها بكفالتها يلي ايضا بتوصل للسنتين. اثنين جوبلي موجودين، حتى كل يوم فيني احضر صنفين من العصير بلا ما اكون بس محكومة ببلندر وحدة، ومش عارفة اذا الاولاد او العائلة او الزوار رح يشربوا منها كلها. هيدي قوتها وقوة شفراتها. بيخلص اول درينك، واكيد فينا نسكره بالجورد يلي موجوده هون حتى نقدر نشرب بسهوله. رح ننتقل لنقدر نعمل ثلج وفراز ونحولهم لسوربي، بس اشوف اذا الميات كتار. اي قص الميات كتار، اشربون. خلينا فتجنون في محل بالعين. اوكي، فبتحطوا الفراز والتلج، فيكم تحطوا شقف الحامض، فينا نحط الموز، فينا نعمل نوع من السوربي بشكل سريع وسهل. طولوا بالكم عليها، لانه اول ما تلقط اول حبه فراز وتبلش بالطحن تلقطهم كلهم وبتباشر، سو ما تفقدوا الامل انتوا عم تستعملوها. فهون بنقفر قوه شفراتها، ببين معنا قوه المطر. اول ما يخلص هيدا الجزء بتبلش تكسر التلج، حتى تساعدوها فيكم تمشوها على نظام البالس، وبتباشر بالخفق والطحن. فهيك بنكون حضرنا صنفين من المشروب او حتى من السوربي، صار فيكم تعملوها ببيوتكم. اول ما تخلص من تحت بتلقل، بتبلش تعطيني نتيجة بشكل سريع. موجودة ومقفولة اذا من خلال راس الهبز سنتين. رح نساعدها شوي، شفتوا جمدوا بس بعد في شوي فوق صاروا ثلج وبوزة. في احلى من هيك؟ في احلى من هيك؟ يعني هيدا اكثر ايس كريم ممكن يكون هيلثي. لا كثير شيف انطوان بنقول له هاي. اوكي يامي، فيني مش قادره.
شيء كثير طيب. فيلا اعملوا منهم بهالويك اند لانه جاي الشوب وجاي موجه الحر والفطيس، صار فيكم تعملوا هيدا الشيء ببيوتكم. اذا ما بتحبوا الفواكه انكم تاكلوها مثل الموز مثل التفاح مثل اي صنف اخر من الفاكهه، ضيفوا الثلج واخذوا كاسه من البوزه فريش وبتكون كلها بس فواكه ومي. فاتصلوا فينا على 979-225-679 بنوصلكم اياها، بتوصل لعندكم وبتبشروا الشغل فيها وتتذوقوا اشهى الايس كريم على شرط تكونوا الميات من كلينسبي. بس داخل صار موجود معي طبعا لانه كثير مهم مصدر الثلج، فاليوم اذا هون نحن حاطين مي وشي 20 حبة ثلج وطلع لي ايس كريم، عارفة انا شو عم حط مي، بس بدي اروح اطلبها من حيالها سناك، من حيالها مطعم، من حيالها 5 ستارز هوتيل، ما بعرف من وين المي ممكن تكون الا اذا كانوا متصلين فينا واخذين كلينس بفلتر من اراتيل جروب. اهلا وسهلا فيك، كيفك؟ الحمد لله. مهم المي صيف وشتا مهمه، وخصوصي لما تبلش تشوي. ليه؟ لانه البكتيريا بتصير بتتزايد اكثر، يعني بتصير تدوبل، بتصير يعني بتصير أوكي. فعلا عندنا مشكله اكبر بكثير لما بكون الطقس بارد. صح. هلا المتسوبيشي بواسطه هالتكنيك اللي اخترعوها اللي اسمها الهولو فايبر ممبرين. نعم. الهولو فايبر ممبرين كنايه عن شعيرات كثير رفيعه. هالشعيرات هيدي مش موجوده ولا بفلتر، يعني هي براءه اختراع لشركه متسوبيشي. هي كنايه عن شعيرات رفيعه بتقطع المي عبر المسام تبعهم. المسام البروا تبعهم 0.1 ميكرون، يعني أوكي. اصغر من اصغر بكتيريا ممكن تكون موجوده بالماء. هي كفيله لانه توقف لك كل شيء بكتيريا عايشه او ميته وكل شيء تلوث ممكن يكون موجود. هلا قبل ما توصل على الهولو فايبر ممبرين بتقطع بمرحلتين. اول مرحله هو الفحم، الفحم بشيل لك كل شيء طعمه ريحه لون موجود بثلاث ارباع الفلاتر الموجوده أوكي. بالسوق. هلا هيدا بيميزه لانه تريتد مع سيراميك، تريتد مع سيراميك صار بيقدر يفكك كل شيء كيميكال كومباوند. نحن عم نحكي مثلا كيميكال بيقولوا من وين بدها تجي؟ الكلور هو نوع من كيميكالز، صار فينا نفككها. المي اللي بتجي لعنا اكيد فيها كلور. هيدي اذا ما فيها شيء ثاني مثلا ديترجنت مخلوطه بمي مبتزله ممكن يكون فيها صابون مره. صح مزبوط. كل شيء كيميكالز صار فيها تقدر تفككها. والاهم من هذا كلياته في ماده اسمها تري هولوميتان، هيدي ماده كونسيريجين موجوده بالاساطر اللي ممدودين. أوكي. ليه؟ لانه بعد فتره حيلا اسطر بيرجع بيفرز هيدي الماده. نعم. صار فينا كمان نفككها. مشان هيك نحن اول شيء متسوبيشي هي شركه يابانيه، الفلتر اللي عم نحكي عنه ياباني 100%. فهيدي كمان ثقه للناس اللي عم تشتري هيدا الفلتر، واللي فسرته حضرتك هو اذا بدك ملخص لخبرات كبيره انعملت باليابان لقدروا باليابان، يعني مع كل التطور اللي عندهم حتى المتسوبيشي ووتر فلتر اتس ريتد نمبر 1، يعني شوفي لحديت وين. نعم. مهم. نعم. وخصوصي بالمناطق اللي مثل عنا اللي فيها كثير بكتيريا وكثير جيرمز وكثير ملوثات، ضروري ان احنا هيدي الشغله الاساسيه مفروض تكون موجوده بكل أكيد بيت. اكيد اكيد. وضروري نشدد على شغله انه نحن اذا حاطين فلتر للمي ومفتكرين انه عم نشرب مي نظيفه، بعد فتره اذا ما بيشيل بكتيريا بعد فتره بيصير مصدر للتلوث. صح. ليه؟ لانه بتعيش بقلبه البكتيريا وبتصير الدوبل، يعني احسن نفكه ونرجع نستعمل المي عادي. ايه. فهون كمان او نستعمل متسوبيشي. الناس مدعوين انه يعملوا فحص للمي ان كانت من كلينسي او من كلينسوي او الفلتر او الفلتر يلي عندكم اياه او حتى المي الشرب يلي موصوله على الحنفيه، خذوا هالعينات افحصوها بحيال مختبر توثقوا فيه وشوفوا النتيجه بعينكم. نحن رح نعمل اكسبيرينس. مزبوط. هو هذا الفلتر اللي عم نحكي عنه. هاي التكنيك الموجوده بكل الفلاتر طبيعي بيركب دغري على الحنفيه من هون، يعني في له كذا ادابتر، هول الادابترات حيلا حدا بيقدر يركبهم. تنفك المصفاية اللي موجودة على بوز الحنفية ومنشوف اي ادابتر كوريسبوندان منركبه. أوكي. وكتير هين تركيب. فاذا ما فينا نركبه ايه؟ على حنفية مية الشرب، واذا مش عم تجي حنفية مية الشرب فينا نركبه على حنفية الخزان. حولوا الكولا لمي. كتير هين استعماله، فينا نستعمله مي عادي هيك. نعم. بهالطريقة ما نكون عم نستهلك الفلتر، فينا نحاوله مرشي كمان بهالطريقة ما نكون عم نستهلك الفلتر. أوكي. وبكبسة صغيرة بيتحول على الفلتر. صح. إذا بتشوف الشغل كتير سريع والمتسوبيشي بتشدد على شغلة أنه ضروري ناخد المي من الهولو فايبر، يعني دغري من الفلتر تنستعملها للشرب للطبخ لغسيل الخضرة. وفينا هي تكون التلج مثل ما نحن استعملنا. مزبوط. اليوم عليها 100%. أوكي. لأنه غلط الفكرة أنه نحن إذا تعرضت للحرارة المي ممكن تتطهر. إن كانت حرارة عالية إذا عم نغلي المي في بكتيريا بتتحول لسموم ممكن تأذينا أو ترقد بجسمنا بعد فترة تبين بكتير قصص، وإذا حرارة واطية تنعتبر للتلج وهالقصص هول
كمان نحن ما بنكون عم نقتل البكتيريا، بنكون عم نجمدها، لما بتذوب الثلج بترجع بتصير بتتفاعل بتتكاثر. anyway فما لكم غير هيدا التقنية السهلة انكم تاخذوا هيدا الفلتر من خلال بوتيكا اللي سعره فقط 220 دولار وتستخدموه للحاجات المنزلية من المي وبكبسة زر مثل ما عمل مستر داغر، بتنزل حنفية مي معدنية صالحة للشرب محتوية على كل المعادن الأساسية بجسمنا حتى فعلا نكون عم نشرب مي نظيفة خالية من البكتيريا إن كانت عايشة أو حتى ميتة. بتعرفي شغلة كمان مهمة ضروري نشدد عليها، نحن لما نحول على الفلتر لازم تكون المي منا سخنة حتى ما ننزل الهولو فايبر ممبرين. اوكي. وزيادة عن هيك ما بده صيانة، الحلو فيه ما بده صيانة. بعدني عايشة أنا. مثل وأي وأنا وياك. هيني كثير غيار. بتزنقني بأشواط، بتحرمني من الزحف على الهواء. الخرطوشة كثير هين غيارة، بتعمل حقها 88 دولار. أوف. هلا فيني نسمع صوتك على الهواء مخرج يعني، مش غلط يعني تسمعنا الأوفر أنت. شو الكارتريج هو اوريدي اوفر لواحد ياخذ ايش تحكي هلا لازم تعمل ما بدك ولا نعمل اوفر ما تبين جمال شعريه هات نشوف يلا ها معناته ربنا قلت لك اوكي في عنا اكيد الموديل الاكبر الموديل الاكبر بيعمل 35000 لتر 35000 لتر فعلا بتكون كميه صح مهمه لمطاعم لجاردوري لحيلا بيت يعني حابب يستعمل نحن هلا الاوفر اليوم يلي عاملينه الكبير حقه 770 دولار اوكي بضاين 4-5 سنين نعم. بيطلع له الفلتر الصغير فور ببلاش فري. فاذا 220 دولار بتكونوا وفرتوه مزبوط انا قطعته لمسيو داغر بس هيك لعمو الجو يعني بس مزبوط انتم عم بتوفروا صحه لكم ولعيالكم وعم بتوفروا مزبوطه وتوفروا كمان يعني احنا بلشوا الغذاء قبل ما يكشفوا على برادات البوزه صح؟ فلحقوا حالكم ركبوا هيدا الفلتر هلا مع الشوبات اكيد بدهم ينزلوا واجباتهم انه يشوفوا قديش هيدا الثلج والمي نظيفه لنحولها لايس فلتر المتسوبيشي فعلا ضروري يكون موجود بكل بيت لانه اساس سلامه الغذاء هي المي مزبوط. يعني اكيد انا بدي اتشكرك مش داغر لحقوا حالكم بهدول الاوفرز مشاهدينا اذا مع كل فلتر كبير بقيمه 770 دولار من كلينسوي يلي رح توفروا عند شرائكم اياه تقريبا 35 مليون ليره مي بتاخذوا الفلتر الصغير 220 دولار بالبيت الثاني فور فري صح ثانك يو مسيو داغر لعنتل دغري لنحكي اكثر عن زوكيني تورنر المقالي خلصوا المقالي خلصوا ولدرجه انه انا امبارح وقت كنت عم اقول انه بعد شي بس 10 قطع اخذت زياده على البيت خفت ينقرضوا على الاخر فدوماج لكل الناس اللي فعلا بتشوف برودكت على الهواء تتصل ودغري تحجزه او تطلبه لانه الكميات بالبرودكتس عم بتكون سريعه جدا بانها تخلص. رح باشر بالكوسا يلي كمان صار عندنا الماشين المخصصه المهضومه اليدويه يلي كمان مصنعه ليوروب ماشين لنقل الكوسه لتفريغ الخضار ان كان حتى الجزر والبطاطا يلي يبقوا كثير قاسيين ومع اثنين اكستنشنز بتقدروا تحطوا الاطول في حال كان عندكم خضار كمان اطول، هيدا الاكستنشن بيتغسل وشوفوا كيف سرعه الدوران تبعها وفعاليتها قادره تعطيني نتيجه نقر كوسه، خليني اقويها لان انا صرت شهله. فبتفرغ الكوسه بهيدا الشكل ما عندكم ستريس بقى يعني انا ما بقى عم شد بكتفي. لانه في ناس عن جد ما بتقدر يعني وما فينا نجبرهم للعالم انهم ينقروا كوسه على ايدهم، فهيدي طريقه كثير سهله وعمليه بانكم تفرغوا الخضار وتعملوا الكوسه المحشيه وساعتها بتنقرون قد ما انتم بدكم يعني، اوقات بنشتريهم منقورين خالصين بتشتريهم منقورين خالصين بيكونوا سماك واكيد اكيد وقتها بحضروا الكوسه المنقوره جاهزه بحطوا لهم شيء ليضلهم يعني ما تموت الكوسايه ما بعرف اذا بحطوا لهم كلس ما بعرف فانا اللي بعرفه انه هيدي افضل وسيله واحلى تقنيه شوفوا قد ما بدكم يصير فيكم تتحكموا برقيه الكوسايه قبل ما تفقوش صح هلا عم هد مراجل انا عليها بس انه انت امك بتنقر كوسه ورا ما اخذت لها بعد منها اوكي
فهيك صار فيكم تجهزوها بالبيت، تعملوا كل اصناف المحاشي بشكل سريع. طبعا الزوكيني تورنر مكفوله، فاتصلوا فينا على الارقام يلي عم تقطع قدامكم على الشاشه واحصلوا عليها. رح نشوف فيديو سريع بعرفنا عن دايسون يلي ما زالت موجوده من خلال بوتيك، وفيكم تطلبوها عبر ارقامنا. خلينا نحكي عن الفيديو، نعلق عليه ونعرف التفاصيل عن هالمكنسه يلي فعلا عم بتكون نمبر 1 بلبنان وبيوروب من حيث المبيعات. فهالدايسون هي مكنسة يدوية وإنما مكنسة عمودية، وبالتالي بتقدر تعمل لي كل الشغل يلي بدي أعمله بالبيت من تنظيف من عزيز. فلأنه وزنها خفيف 2.2 كيلو عم تقدر تكون سريعة وسهلة إنه ست البيت تقدر تشتغل عليها. الموتور تبعها بيبرم 110,000 برمة بالدقيقة، وهيدا النظام ثوري بعالم الموتورات الصغيره ذات الفعاليه القويه على مكنسه كهربائيه بتشتغل على البطاريات المشرجه. وهون عندكم ال 15 سايكلين يلي كمان بيوزعوا قوه الموتور حتى يضل يخدمكم. وقتها بتشرجوها بتكفيكم 26 دقيقه عمل متواصل، وانما لتغطي تنظيف 250 متر بالبيت. ما لها كيس، ما بدها مي، وانما الفراشه المزدوجة العمل موجودة حتى تقدر مش بس تكنس انما تلبد حتى السفجات وتسحب الغباير من الاسفل. موجود بداخلها ايبا فلتر، والايبا فلتر اساسي حتى هيدي الغباير اللي عم تنسحب الى الداخل شو ما كانت صغيرة ما ترجع تتطاير الى الخارج وتسبب لنا يمكن ربو او تعطيس او روايح كريهة. الاكسسوار اللي شفتوه هو خاص بالمفروشات، بتتصلوا فينا على الارقام اللي عم تقطع قدامكم على الشاشة بتحصلوا عليها وبتحصلوا على كفالة سنتين. هلا جي سريعة لكل الأشخاص يلي بدهم يستعملوها، عن جد عم بتكون متعة. وشوفوا قديش العالم غريب تبعها، يعني قديش عطينا أهمية، لأنه فعلا هي رح تحط بالزاوية كل المكانس الكهربائية العادية. هون الفراش المزدوجة يلي كمان في منه المايكرو فايبر حتى تقدر تخدمكم، وطريقة حتى انكم تكونوا معلقينة تبقى مهضومة وحلوة وناعمة. اذا 979-225-678-9 بتطلبوا هالدايسون من خلال لابوتيك وبتحصلوا عليها بالسعر يلي عم بتشوفوه قدامكم على الشاشة. رح تابع مع الباربيكيو الكندي الصنع، باربيكيو كبير، باربيكيو متين، باربيكيو المعدن والخشب يلي مصنع منه هو كندي والتصميم هو كندي. وطبعا لانه عم نحكي عن برودكت كندي بيقاوم كل المناخات الطبيعية، فاليوم هيدا الباربيكيو إذا محطوط على البلكون من بعد الشوي مني مضطرة إنه أرجع أدبه خوفا من الشتاء يلي ما بعرف أي ساعة بيجي، أو حتى إذا كان بالشمس أيضا ما بينتزع. بيشتغل على نظام الفحم الحجري يلي هو أكثر صحة للإنسان من الشوي وأنظف، لأنه كل حجرة من هالحجار فيها تتغسل من بعد ما يكون يمكن نزل عليها صلصة أو نزل عليها دهون. فيني ولع هيدا الباربيكيو كله، يعني فيني يكون عم ولع الباربيكيو بواسطة جرة الغاز كله، وفيني اتحكم فيه انه شغل جزء منه في حال ما كان عندي كتير ناس على الغداء، او كمية اللحمة يلي بدي اشويها منا كبيرة. كمان فيني استمتع بالشوي حتى اذا لحمتنا على قد شخصين. الحلو فيه ايضا طريقة تنظيفه عم بتكون سهلة وسريعة، طبقتين للشوي في حال كنا فاتحينه، فينا نكون هون حاطين المشاوي وهون تركينهم يضلون سخنين، واما اذا سكرته صار فيني يكون حاطة طبقتين من اللحوم، وبصير عند الحرارة مضبطة لحدود ال 400 درجة. كما انه ممكن ياخد سيخ من الجنب لجنب اخر مع نوع من اللحمة او العصافير يمكن اللي بدنا نبرمهم، مش غلط اكلة عصافير. اوكي، فهيك بتكونوا انتم مستفيدين من هذا الباربيكيو يلي يعني بتخيل كل البيوت بلبنان بحاجة لهيك باربيكيو، اضافة لانه وقتا منغطيه ما بقى عندي يعني الهواء اول شيء ما بقى بيحرق الاكل، يعني بصير يهب الهواء وبصير يولعوا الفحمات زياده، ما عندي هذا الخطوره. وقت اطفي تحته ما عندي مشكله الرماد وين بدي كبهم. وكمان شغله اضافيه انه وقت اكون مسكرته ما بيطلع كثير دخنه للخارج، وطبعا هيدا الشيء بيكون يمكن اسهل اذا عم استخدمه بالشاليه او ببعض المجمعات يمكن يكون هيك عاملين ريستريكشن شوي على المشاوي. فاذا الجنبين تبعه خشب وله دوليب حتى نزيحه من محله وقتها بدنا نبرمه، يمكن اذا عم نشوي وفي شمس. اواني للسكب موجودين، مشحاف وملقط والشوكه وعده التنظيف ايضا موجوده. اتصلوا فينا هلا لتحصلوا عليه ب $310 وبيوصل لعندكم اكيد من دون اي تكاليف اضافيه.
إضافية، كما أنكم فيكم تطلبوا الخدمة المضافة يلي هي مركب خالص، واصل لعندكم مركب خالص. معه هدية اليوم، في كادو، سكاكين، شي لحمة، مشاوي، شو سكاكين؟ أوكي، مجموعة السكاكين إذا رح تكون هدية قيمة بقيمة 49 دولار مع هيدا الباربيكيو، فهيك بتكونوا انتو مرتاحين عن شرائكم ومبسوطين انكم اشتريتوا شيء وطلعوا لكم كادو كتير حلو وقيم جدا. اما للناس اللي بدها تشتري هالسكاكين لحالهم فيهم يعملوا هيدا الشيء على 79-225-6789. اتصلوا فينا كثفوا اتصالاتكم ونحن نوصلكم هالباربيكيو اكيد من دون اي تكاليف اضافية. خلينا نحكي عن مطبقية الاكل. شو مطبقيات الاكل يلي هن ثيرمو كونتينرز؟ طريقه حلوه عصريه سهله نظيفه وعمليه، بانه انا اخذ معي على البحر على الشغل على حيالا سورتي مع الاولاد او حتى بالسياره بكون الاولاد بدهم ياكلوا، سو بلا ما اكون عم لف ساندوتشز بلا طعم لهالولاد الصغار فيني اكون عم حط لهم ثلاث اصناف من الماكولات او فواكه بارده او اكل سخن. فاليوم اذا بحط بكونتينر من هالكونتينرز الاكل من البراد ولو حرارته 5 درجات رح يبقوا 8 ساعات 5 درجات، واذا حطيتهم اكل سخن شو ما كانت حرارته كمان رح يكونوا حرارتهم تبقى عاليه. عم تضحك علي بس انا بتعمل اولاد مجدره على البحر وبس هلا انه شو بدهم ياكلوا؟ شيبس والولاد الكبار. اوكي، فشوفوا هيدول الكونتينرز كيف هني، فتقريبا لتر ونص او اكثر شوي هو كحجم، معمول دوب لحتى اكيد يكون محافظ على الحراره بالداخل. اكثر من هيك في معه هالغطا يلي ايضا الملقعه موجوده، اليوم وقت تاخذوا ملقعه وتنجبوا ما بتعرفوا بدكم تضبوها بتغسلوها والا الى محل. كونتينرز ولا انا بالاول كنت فكرتهم صغار بس حطينا فيهم رز وخضره لقيتهم بلا بلا طبيعي يعني لحيلا انسان طبيعي بالاكل. اوكي، فبتسخنوا الاكل اكيد وبتصبون بقلبهم او بتحطوهم مسقعين بالبراد او حتى بالفريزر، واذا بدي انقل دواء معي يا سمح الله او اي شيء فين يكون حتى كونتينر فيه مي بقلب الفريزر وبيضل متلج. هيدا على انا ابتكرت تقنيه بزماناتك وضحكوا علي، عرفت تاخذ جامبون دو بارما على البيسين بتعذر بيعملها، عبيت ثلاجه ما كان في هيدا الكونتينر. حتى نشوف اذا رايحين مشوار شو ممكن ناخذ اكل، مثل ما عم تشوفوا في منه لونين. يلا بزحطوا ايدي. فاذا عندي بنان مسقعين، حتى هيئتهم ما بيسودوا، شفتوا؟ هي بدي بس فريكم السقعة واضحة، ايه؟ اوكي يا عمي، بتعرف هي شو بعد برونزاج يعني وعرق وهيك بصيروا يبيعوك شقفة البطيخ. بدي اقول كلمة، كاسة الجزر هيدي كباية الجزر 6000 ليرة، فيك تاخذ هاو كلهم وتقول له ناقل دم للسكرت تكذب عليه. اوكي، واو واو عن جد يعني حتى على الشغل انه واحد ما بقى بده يهتم شوي بصحته، فاذا عندي شيء وسيله اقدر اخذ اكل ما في بقى حدا يقول انه كيف بدي اخذ هالفواكه على الجامعه وعلى الشغل. هون شو عندنا؟ سخنين كمان. اوكي، كيف بدهم يعملوا سخنين مثل بعض؟ بس حط ايدك قل لي انه سخنين لانه سخنين. اوكي، هيدا درا عليك كيف بده يبينوا انه سخنين. شوف هيدا البيي، هلا بدك تنظف اللانس. اوكي، هيدا كوسه، طبقت كوسه هيئتها. هيدا الرز، خليكم بس خليك انت هون، انا رح اروح اجيب صحن بس لفرجيكم انه هو بلا يعني بلا بلا كامل. اهم يفتكروا انه لانه بتعرف اوقات الكاميرا بتغش. فاذا عندي صحن رز، هيدي شوكه ولا يعني عندي صحن الرز والخضرة صح مش وهيدا كله سخان، وعندي الدرة وعندي الفواكه.
بلا كامل جاهز لأي شخص بده يتناول أكلاته اللي بحبه، إذا كان على البحر، إذا كان بيكنيك، إذا كنتوا رايحين رحلة، إذا ما بعرف رايحين شي محل وخايفين من الأكل بدكم تاكلوه، بتشيلوا هيدول الكونتينرز وبتاكلوه، بتاكلوا الأكل الموجود بقلبه. فعن جد التقنية كتير حلوة، عملي، برودكتس إتس هوت آيتم. الوحدة سعرها 35 دولار، الاثنين سعرهم بس 55 دولار لتحطوا 6 أصناف من المأكولات إذا أخذتوا الاثنين، وفعلا تكونوا مستفيدين. نقون اتصلوا فينا 79-100-225-789 ونحن بنوصلكم ياهن أكيد من دون أي تكاليف إضافية. وبتتذكرونا كل ما بتاخذوا هالأكلات معكم وين ما رحتوا. حسيتك مثل الكورال بعيد وراي وتسعة. يلا هلا خلينا نروح نشوف فيديو للبلرغان ونستفيد كمان من المعلومات القيمة اللي موجودة بهذا الريبورتاج، ونرجع نشوف البلرغان على الهواء. تابعوا معنا. زيت ذهبي نادر بمنشئه، طبيعي وثمين بفعاليته، يحدث ثورة في عالم التجميل لتودع معه كل سيدة الحقا والجراحة. هو الذهب السائل، هو زيت الأرغان، زيت مستخرج من ثمرة شجرة الأرغان النادرة المعروفة بشجرة الحياة والتي تنمو في جنوب المغرب. هو اليوم البديل الطبيعي عن كل المواد الكيميائية التي قد تترك أثاراً جانبية. هذا بالتأكيد ليس مجرد إعلان وإنما واقع مثبت علمياً، فهو يعتبر الاكتشاف الأكبر في حقل الجمال. ودخل زيت أرغان في تصنيع العديد من المنتجات نظراً لفعاليته، لأن زيت أرغان يقاوم ترهل الجلد ويساهم في تأخير ظهور التجاعيد، يجعل البشرة أكثر نعومة وإشراقاً، يغذي الشعر التالف ويعيد حيويته، يعالج المشاكل الجلدية منها حب الشباب، التشققات والإكزيما، ويقوي الأظافر. يكفي أن يكون زيت أرغان أحد أهم المستحضرات التي توجت إطلالات أهم مشاهير هوليوود كسلمى الحايك وكيم كارداشيان وبيونسي وأوبرا وغيرهن، وتربع اسمه في أبرز عناوين أهم الصحف العالمية كنيويورك تايمز ومجلة فوغ، ليتوج زيت أرغان اليوم نجما ذهبيا طبيعيا. إذا كل هدول المشاهير بيستخدموا زيت الأرغان، فليش لحنا ما بنستخدم هالمستحضر اللي كتير حلو، إن كان ملمسه، إن كان لونه، إن كان الرونق يلي بيعطينا إياه، إضافة لشد البشرة، إخفاء التجاعيد. وبعرف قديش الناس والصبايا والسيدات الكبار بالعمر عم يطلبوا، بيخلص أول قنينة وبيطلبوا تاني قنينة، وهيدا دليل إنه فعلا عم بيلاقوا نتيجة. طريقة وضعه على البشرة كتير عملية، لأنه نقطتين بتقدروا تحطوا حول العينين، كل الوجه تمده على الديكولتي، وبهيدا التقاس كمان مفيد لتقدروا تعملوا فلتراج من أشعة الشمس وتاخذوا كمان مرة الغذاء من الشمس بواسطة وعبر زيت الأرغان. البلرغان اتس ا ماست إذا بتكون تضعوا قبل الميك أب، ما بخلي المكياج يشط قد ما يكون الميك أب سميت. البلرغان فيكم تضعوا نقطة إضافة على حيا الكريم أنتوا بتستخدموه حتى تضيفوا زيت الأرغان على هيدا المستحضر، وفيكم تعتمدوا عليه لحاله لكل مشاكل البشرة اللي سبق وحكيوا عنها بالروبورتاج، وحتى لإضافة جمال ورونق لهيدي البشرة. فاتصلوا فينا واحصلوا عليه ب 55 دولار. بريك ومنتابع. اجا الصيف واكيد دون منازع اجا الصيف، خلاص هيئته الحراره عليت وضروري نكون اخذين باكج الصيف حتى نكون عم نعمل برونزاج حلو صحي بدوم، ومن بعده كون كمان مره عم عالي شعراتي عالي جسمي حتى ولا يقشب شعري ولا ينشف ولا فروه الراس تنشف ولا حتى بشرة جسم تنشف وبالتالي تاخد معها هالبرونزاج. مشان هيك بعرفكن على هالبرودكت اللي هن 100% ناتشرال و 100% لبنانية، هوني هيربز، كناية عن ثلاث مستحضرات بامتياز هن لصيف حلو وصحي. المواد اللي مستخدمة بتصنيع هالثلاث برودكتس أساسهم هو العسل وشمع العسل والجولي رويال يلي بيعطينا فعلا رطوبة بالبداية للبشرة، وال 65% بهيدا البرودوي هو من الجزر، وبالتالي شوفوا قديش عم ناخد لون حلو.
كل كريمز اللي بتشتروه للبحر يلي بيكون محطوط عليهم انه كاروت يبقى لونهم هيك اورانج، بيروح الميو معهم المناشف بتدبغ، وبيعطوكم يعني كانه عاملين برونزاج وقتها بتتحمموا بيروح. وانا ما هون عم نحكي عن كريم، وكريم منه مزيت، خلينا نحطها هيك. هذيك المرة عملنا برونزاج لهالايد، هلا بنعمل برونزاج لهالايد نحن وراجعين على البيت. فعن جد اللون حلو، وما فيني اقول لكم الريحة قديش حلوة بتاعه لعنا على الاستوديو، وشموا هيدي الريحة. لكل الشباب مثل كتير موجودين قدامي يلي بيقرفوا يحطوا زيت للبحبون على البحر، ايه هيدا منه مزيت، فيكن تحطون لا بتزحطوا ولا بتلمعوا وعادي. هيدا منه مزيد كتير حلو، بتتشربوا البشرة وبتضل البشرة رطبة، وهيدا الشي بيخلي عن جد البرونزاج ينجح بلا ما تنشف نشف جسمنا وتتبخر الرطوبة يلي موجودة ببشرتنا. نفس الشي بينطبق على الكريم وعلى الشامبوان يلي وقت اتحمم بهيدا الشامبوان يلي ايضا مفعم بالعسل بالجولي رويال وبالزيوت المستخرجة، ان كان زيت الزيتون ان كان المستخرج من الكينا والريحان، لتعطيه ريحة رائعة، كمان عم يمنح جسمي رطوبة وطبعا نظافة مختلفة عن الشامبوانات المصنعة. وبالنسبة للشامبوان الخاص بالشعر كمان بيمنح رطوبة لفروة الرأس، فما بقى عندي قشرة، وحتى اللي بيكون قاعد كل النهار بالشمس تنشف بشرة فروة الرأس بتترطب بواسطة هيدا الشامبوان. موجودين للثلاثة ب 55 دولار لإلكن عبر 979-225-7898، كثفوا اتصالاتكم ونحن نوصلكم ياهن أكيد من دون أي تكاليف إضافية وين ما كنتوا بلبنان. رح ننتقل لنشوف تانيا اكسترافاغانس ومرة جديدة فيديو العباية يلي تريد مارك عالية من تانيا اكسترافاغانس، يلي بدعيكم كمان مرة تعملوا لها لايك على فيسبوك، نقوا العباية يلي بتتناسب معكم مع زيارتكم مع السهرة يلي عندكم إياها، أو بس لتكونوا مرتاحين بعباية كتير حلوة إن كان عليها فاطمة إيد فاطمة أو حتى الشكل اللي عم يتوسط هالعباية بمختلف أنواع الأقمش الليكرا القطن وغيرها. تابعوا الفيديو ونقوا العباية اللي بتعجبكم. مثل ما شفتوا هيدا الفيديو صار فيكم تنقوا عبر 979-225-789 اي عبية عجبتكم وسعرها فقط 60 دولار، وبتكون مرة تانية عم تلبسوا برودكت سيني من تاني اكسترافاغانس. رح انتقل للسكن بولش يلي عن جد هالبرودكت عامل ثورة، لانه اول شيء رخيص، ثاني شيء لانه ميد ان يو اس اي، وثالث شيء المواد يلي معمولة منه هالسكن بولش مواد رائعة، خاصة انه بيحتوي على 18% من الفيتامين سي. فإذا عم نحكي عن طريقة بولش أو بيلينج للبشرة، شوفوا الحبيبات يلي موجودة بقلبه كمان من الفيتامين سي، هيدا اللي عم بيلمع هو زيوت مختلفة الاستخدام إضافة للألوي فيرا. أهمية بتكمن بأنه أنا اليوم وقت بدي أعمل بيلينج للوجه وبدي أقشر طبقة من الوجه، لازم الفيتامين سي يكون هالقد كوندنسي وهالقد عالي حتى هال 18% من الفيتامين سي تقدر
تفعل الكولاجين بالبشرة، تقدر تعطي رونق للبشرة، تقدر تعطي بشرة فاتحة اللون. وكيف تفتح البشرة؟ لأنه بيروح منها الطبقة يلي كتير عم بتكون ملوثة معرضة للشمس، يمكن فيها بقع، يمكن شو ما بتستعملوا، أو بتشتروا برودوي كتير كتير غار الكرام وبتقولوا ما فاتكن، أكيد ما لح يفيدكن إذا ما كنتوا عاملين هل ميكرو ديرما برازيون، وإنما ميكرو ديرما برازيون طبيعي بواسطة هل سكين بولش. لح أضطر جرب لكم إياها على إيدي. شوفوا هالحبيبات رح يقوم بتقشير البشره. هلا بنشوف الفرق بين الايد وايد تاني. فبتعملوا هيدا الشيء مره بالجمعه، مره بالاسبوع، فيكن على كل الجسم اذا بدكن قبل ما تنزلوا تعملوا برونزاج بكم يوم، وفيكن بعد البرونزاج وقت بتحترقوا بصير يبقح جسمكن، وفيكن بس كل اسبوع حتى تاخذوا بشره فاتحه اللون درجة. يعني إذا كنا سمر مش منصير بلانش ناج، منصير فاتحين، يعني الطبقة هيك المكمخة إذا بتكون هيدي يلي بتروح. تعطونا كلينكس بليز بليز دعزبك. الصبايا اللي عندهم مشاكل على الكواع فيهم يعملوا، حتى الرجال، والملمس بصير رائع. حفوها هيك دقيقتين على بشرتكم. الألوة فيرا في حال عندكم تاندانس احمرار ببطل، وما تنسوا انه الألوة فيرا استخدامها مش بس للاحمرار. هلا قبل ما اشيلهم لعند مين شفتوا؟ يعني هيدي هي مش عملتها وحمراء اكثر، شوفوا هي هلا رح نضفها. انا بفضل يعني من بعد ما تعملوا هيدا الشيء تتركوا الزيوت تشربها بشرتكم. واذا ملاحظين لو حاطين شيء او في وسخ على الايد، كان عمل كمخه هيك داير من دار، ما في كمخه، في بو تقشريت بو. شو صرت نايمه؟ اوكي رح فرجيكم هلا الفرق. خليني اشوف انا كمان. اوكي مع انا كثير بيضه. عند مين؟ هيدي اللي عملناها وهيديك اللي ما عملناها. اوكي شفتوا؟ او اذا بدكم بين هون وهون واضحه. شو حلو. اوكي الملمس رائع، برودكت كتير حلو، برودكت رح تنغرموا فيه، وبرودكت رح تفيدكم على كل يعني ان كنا بس بنعمل مايكرو ديرمابريجن، او اذا كنا نحن عم نستعمله مره بالاسبوع لننشط الخلايا ونقشر الوجه بطريقه كتير بسيطه، او حتى اذا بدنا نعمل قبل الماسك اللي عندنا اياه، او حتى قبل البلارغون. فكمان هيدول فيكم تاخذوهم سوا وتاخذوا اوفر معهم، لانه هلا نطفت بشرتي. سو غذا البلرقا او اي كريم ثاني رح تاخذوا البشره وفعلا تستفيد منه. اتصلوا فينا واحصلوا على هالسكن بولش ميد ان يو اس اي من خلال بوتيك بالسعر يلي عم بتشوفوه قدامكم على الشاشه. بعدكم متابعين الحلقه المباشره على الهواء من لابوتيك، وطبعا ارقامنا كلها قدامكم، وطبعا الكاميرامان اوف مش فايت على الجامعة ولا مرة مصور، ما بيقطع قدام الكاميرا توت. يا الله. اوكي فهيدي روح لبوتيك انكم تكونوا عن جد عايشين معنا، وبعرف قد الناس بتنطر الهفات المهضومة على الهواء. صار فيك تتصحل تاخذ لنا كادر هونين؟ بدي اقوم. اوكي فاللي عم بتشوفوهم هن كوليكسيون لصيف 2015 من جالوري استقبال، يلي فعلا هالجالوري مش بس بالمفروشات انما حتى بالبيادات الخاصه بالبيت وباللي عم نشوفه باللحف وببدلات التخوت عم بتكون رائعه، ان كان الاقمشه يلي ما بتتجعلك او حتى النقشات اللي كثير حلوه. بتعرفوا هلا كثير دارج حتى على التياب صور الكتيبه، فهول موجودين كمان بشره شفنا فينا ناخذهم من لابوتيك، وهن كلهم من استكبار. السعر يلي عم بتشوفوه هو للسنجل بيد، يعني عم نحكي عن بيت الحاف وبيت الفرشه وطبعا التكيتين، وانا ما معهم الحاف، الحاف يلي هو فلافي، هيدا الحاف الابيض يلي بيتغسل، لانه بتعرفوا بالصيف هدول الحلحف لازم نغسلهم كثير ليضلوا نضاف، ويعني فيكم تغلوه بتخيل.
لانه فعلا بفوت بقلب الغساله، فموجود من خلال لابوتيك هيدي المجموعه بكل النقشات اللي عم بتشوفوها ب 70 دولار. اما للتخوت الاكبر يعني عم نحكي عن التخت المجوز، كمان الوان حلوه ماتشنج كولرز مع الديزاينز، وطبعا الحاف الكبير الدوب كلهم ب 85 دولار، وطبعا عبر 79 102 256 789. إذا الحاف دايما لازم نغسله، تكاية من كونفورت بلس مش مضطرين انكم تغسلوها، لأن تكاية نظيفة دايما، تكاية ما بتعيش فيها البكتيريا، تكاية بتتنفس، غير انها هي التكاية الأولى بالعالم من حيث التقنية المستخدمة بتكوينها، وهي تحديدا المايكروفايبر، عفوا الماميري فوم. الماميري فوم يلي موجود يعني مصنع منها التكايه كلها، هي ماده قادره توزع الدنسيتي تبع تقل الراس، يعني تقل الراس اللي موجود هون بلا ما يكون كابس بقلب التكايه، وعضلات الرقبه عم بتشد الراس تلوع لنضلنا نايمين مرتاحين بنقوم مشنجين، بينما تكون عم نام على الكونفورت بلس معموله من الماميري فوم، قد ما شد نزول التكاية بتتفش نتلوع وبتوزع هيدا الضغط على كل هيدا التكاية، فبالتالي عم بيكون عندي رقبة مرتاحة بالنوم، فقرات رقبتي كمان مش موجوعين ونايمة كل الليل. فإذا لأنه معمول من الماميري فوم عندي راحة كلية ورائعة بالنوم، لأنه في بداخلها الاير فيسكوز عندي تكاية بتتنفس، تكاية مني بحاجة غسلها، تكاية غير حاضنة للبكتيريا لأنه كلها بتعمل فلتريشن، بتاخذ العرق بتاخذ الحرارة وبتعمل لهم فلتريشن عبر هالاير فيسكوز، يعني هن نوع من الشرايين اذا بدكم بيقطع فيها الهواء وبتخلينا نايمة على نظيف، نايمة على مبورد، نايمة على تكاية ما بقى بتزعجني، سو ما بدي ضلني ابرمها يمين شمال. الموديل يلي شايفينه يلي هو الارجو بيلو معمول مثل ما ملاحظين، اثنين هيك نازلين اثنين هيك نازلين، فهون كمان اذا نايمين عليها بكون عندي جسم نايم على 30 درجة تقريبا، ما بقى عندي مشكلة بالتشنخور، ما بقى عندي مشكلة بالرفلو، وحتى السيدات اللي عاملين بوجهن عمليات تجميل كمان فيهم يناموا على راسهم بلا ما يعتلوا هم، او حتى اذا نايمين على الخد الايمن او الايسر لانه عندي مش ستريس كمان ما بصير في تشوه من بعد عمليات التجميل. هيدي التكايه مصممه للناس اللي بحبوا يناموا ايديهم تحت التكايه، كمان حلوه كموديل. الموديلات الثانيه موجوده للناس اللي عندها مشاكل بالرقبه شبيهه بالتكايه الطبيه، فاليوم يلي عنده ديسك بياخذ الموديل يلي هو الكونتور بيلو، واللي الناس اللي بتحب البيلو العادي في الاورثو بيلو كمان يلي هي شبيهه بالتكايه العاديه. بهدول الموديلات في عندكم اضافه كثير حلوه وهي الاتش دي اس اس يلي هي هاي، هون عندكم اكستنشن لتوضعوا اي سورس للميوزك او للاوديو، يعني عم نقرا كتاب بدنا نسمعه، بدنا نحكي على السلولار، بدنا ننام على ميوزك، بدنا نوع على الارام والاير الالارم والايرفون موجوده بدينتنا ما بتحمى، لانه برجع مره بقول نايمين على تكيه صحيه والصوت عم بيكون 3D، وبالتالي النايم جنبي كمان ما بيسمع الصوت لانه الصوت رح يغلفني انا بس. موجودين لكم ومكفولين 10 سنوات، ما لكم غير تتصلوا فينا على الارقام يلي عم تقطع قدامكم على الشاشه وتختاروا الموديل يلي بيناسبكم. للناس يلي بصيبها التعرق بشكل اكثر من غيرها كمان نفس هيدي التكايه، وانما ضايفين للاكسجيل، الاكسجيل يلي هي كنايه عن بلاكات من الاكسجين والجل، يلي بتسمح لهالتكايه تضلها كل الوقت مبورده، ما بتصدر وانما هلا مثل انا حتى ايدي عم تاخذ الحراره من الايد، كف ايدي ما بقى سخن، عم بتوزع هيدي الحراره، اضافه انه هاي الحراره عم تمرق داخل الاير فيسكوز يلي موجودين ايضا بهيدي التكايه، عم تعمل لها فلتريشن من ثاني جهه، وكمان مره الماميري فوم يلي قد ما القي ونايم عليها شوفوا بتضل توزع، هلا وقت اشيل ايدي رح ترجع لمحلها. فكمان دايما عند دانسة نزول من تقل الراس يعني وزن طلوع يلي هو عم بيوزع لي هيدا الوزن على كل هيدا التكاية. كمان اشكالها متختلفة ومتعددة، حتى في منها قياس للولاد الصغار حتى يكونوا نايمين على تكاية سيف
نظيفة ما بيضطروا تشقلبوا ويشيلوا التكاية يمين شمال، معمولة بقياسين ليستفيد منها الولد لعمر الخمس سنين على الجهة الرفيعة والجهة الأسمك لحدود العشرة واثناشر سنة، فيكم نايم على هالتكاية يلي كلها كمان من الماميري فوق. مكفولين أيضا بدورهم عشر سنين، فبتتصلوا فينا هلا وبتحصلوا عليهم دايما عبر 79-225-6789. رح ننتقل لفيديو بعرفنا أكثر عن التويو أو هو النبريش الصغير، شوفوا كيف يخدمكم على مساحة ممكن تمتد ل 22.86 متر. تابعوا الفيديو. Super Green vous présente le tuyau extensible, le tuyau qui prend 3 fois sa taille sous la pression de l'eau. Ce tuyau très compact et très léger est livré avec un pistolet multijet. Son secret réside dans l'alliage du latex et d'une gaine en polyester spécifique. Vous allez pouvoir oublier ce type de situation qui est généralement ce qui se produit lorsque vous avez décidé de sortir votre tuyau d'arrosage traditionnel. Quelle que soit la taille de votre tuyau extensible Super Green, il sera toujours aussi compact et toujours aussi facile à installer et à brancher à votre robinet. On le met sous pression d'eau et regardez ce qui se passe. Il devient 3 fois plus grand en quelques secondes, ce tuyau de 5 mètres devient un tuyau de 15 mètres. Il vous permet de rejoindre l'autre côté de votre jardin pour entamer des travaux de nettoyage ou d'arrosage. Il est incroyablement léger, moins de 1 kg quel que soit le modèle choisi, et il est excessivement simple à ranger, rien de comparable avec votre tuyau traditionnel. Coupez l'alimentation en eau, videz le reste d'eau contenu dans le tuyau avec le pistolet multijet, et il passe de 15 mètres à 5 mètres en quelques secondes, et il est excessivement simple à ranger puisqu'il ne fait pas de nœud. Le pistolet multijet quant à lui vous permet de choisir la position idéale pour arroser ou bricoler. Alors vous avez le choix, continuez avec vos 25 mètres de nœud ou optez pour cette innovation Super Green, le tuyau extensible qui prend 3 fois sa longueur en quelques secondes sous la pression de l'eau. Alors résumons, ce tuyau Super Green extensible est petit, léger, facile à utiliser, il prend 3 fois sa longueur de 2,5 à 7,50 m, de 5 à 15, de 7,5 à 23 mètres sur le grand modèle, il ne se tord pas, il ne fait pas de nœud, il revient en quelques secondes à sa taille initiale juste en coupant l'alimentation en eau. C'est l'alliage du polyester et du latex qui donne au tuyau Super Green ses propriétés exceptionnelles. Encore une innovation Super Green. فإذا مثل ما شفتوا بهذا الفيديو هالقد أهمية هذا النبريش اللي يمكن الناس ما ولا مرة فكرت يكون عندها نبريش بس للبيت أو للزراعة، كمان هالمرة هيدا هو النبريش المثال اللي لكم، لأن إذا بتشوفوه محطوط هيك على الطاولة ما بياخد أبدا محل، يعني تقريبا شبر إذا حاطينه هيك سيركل، بس وقت تضبوه كمان بصير أصغر. كمان مشغول بطريقة ليوروب، يعني عم نحكي عن أودوغام، عم نحكي عن فرزات معمولة من الحديد وإكستنشنز بتركب على كل أصناف الحنفية، حتى هيدي القطعة الداخلية من هون بتنشيل حتى تتوسع وتقدروا كمان تشدوها على الحنفية اللي عندكم. معمول أيضا من أجود أنواع الأقمشة حتى وقتها تفتح المي يتمدد هيدا القماش ويقدر يعطيني تغطية ل 22.86 متر، أي بحدود الثلاث مرات طول النبريش الأساسي. كمان ما بصير له شيء بالشمس، قد ما تلوفكوه ما بينطعش، بيرجع بينفلت. وكمان مرة هيدا النبريش ما بيكمخ، ما بصير له شيء. مثل ما شايفينه في يتركب على حنفية البيت، شوفوا الفرزة، يعني هيدي هي هي، اوكي، شايلين القطعة الوسطانية من الداخل مركبينها على الحنفية، زايدين الاكستنشن الثاني هي وينها استعملوها، اوكي، ونازل المي على الحنفية العادية. كمان على الحنفية الزراعية او اللي بتبقى على البلكون فيكن تركبوها بهيدا الشكل، شوفوا قديش متين. وعندكن على الحنفية كمان يلي ممكن تكون بالجردان، يعني هون ما إلها فرزة مثل هاي، كمان بيركب المرشات تبعها. في شوفوا لك المرشات تبعها، كمان فيكن تغيروا المرشة، ما إلكن غير تفتحوا المي و شو خايفين عند مين انا؟ قطرت ما فيها ماي.
تخيل يعني كان حلمي يكون فيها مي. فإذا شفتوا حتى طريقة اللف تبعها بتلفوها وبتقدروا كمان مرة ترجعوا تضبوها بشكل حلو. برجع مرة بقول موديلات مصممة خصيصا ليوروب موجودين من خلال بوتيك ب 44 دولار ودايما عبر اتصالاتكم فينا بيوصلوا لعندكم وطبعا مكفولين كل الاكسسوارز يلي بدكم اياها موجودة. فإذا عندكم الفرزات للحنفية الزراعية الحنفية العادية وكل الحنفيات ممكن يتركب عليهم هالنبريش يلي بيوصل امتداده ل 22.86 متر. رينوفيتور في فيديو عنا وقت نشوف فيديو بعرفنا عن الرينوفيتور فيديو. Quel outil pourrait faire les mêmes travaux que plus d'une douzaine d'outils traditionnels réunis? C'est le tout nouveau Rénovator. Cet outil digne des professionnels de la rénovation deviendra vite votre allié indispensable parce qu'il vient à bout de centaines de travaux, plus facilement, plus rapidement et plus précisément que les outils professionnels. Contrairement aux outils habituels aux lames rotatives ou en va-et-vient, le Rénovator est doté d'un système unique à oscillation, variable entre 8500 et 21000 mouvements par minute. Ce système permet une précision de coupe sans nul autre pareil, tout en étant bien plus sûr que n'importe quel autre outil sur le marché. Le Rénovator est l'allié indispensable pour tous vos travaux dans la maison, de vos rénovations d'envergure aux menus réparations quotidiennes. Cet outil vient à bout de planche jusqu'à 5 cm de large. Regardez comme il tranche ce montant de porte avec précision et fait une encoche dans cette planche en quelques secondes. C'est l'outil idéal pour toutes vos coupes en plongée. La petite taille du Rénovator vous permet de l'utiliser dans les espaces exigus où beaucoup d'outils trop encombrants ne pourraient se glisser. Trancher à ras les pointes qui dépassent dangereusement. Découper tous vos tuyaux en métal ou en plastique. Vous pouvez même couper vos plinthes sans les retirer du mur, chose que vous ne tenteriez jamais avec un outil traditionnel, sous peine d'endommager le mur ou la plinthe. Que vous soyez un bricoleur du dimanche ou un professionnel, le Rénovator deviendra votre allié pour venir à bout de centaines de travaux de réparation ou de rénovation. C'est l'outil dont vous ne pourrez plus vous passer. أكثر من 100 مهمة فيكم تعملوا بالرينوفيتور مثل ما شفتوا بالفيديو الخاص بهالبرودكت يلي كل الشفرات اللي بتتركب على هالرينوفيتور بتشتغل بشكل الاسيشن، يعني بمعنى آخر بتهز يوم الاثنين وهيدا بسهل إنه واحد مش هو بده يهز جسمه حتى يقوم بتقطيع أو تفريغ خشب حديد أي شيء ثاني، بتختاروا الشفرة المناسبة. أكيد الشفرات مختلفة الاستخدام مثل ما عم نشوف في شفرات صغار للأماكن الضيقة بنفس قوة الموتور رح تقدر تقص الخشب او الموكات او الباركي او حتى الجفسين التيوبز يلي ممكن يكون اترنيت ممكن يكون بلاستيك حتى الحديد والمسامير فينا نشيلهم. وطبعا عندكم الاكسسوارز يلي هن للحف والتنظيف ان كان للبويا ان كان من بعد لنشارة الخشب كمان موجودين كلهم موضبين بشنطة خاصة. وطبعا اذا بدكم اكسسوارز اضافية فيكم تطلبوا على الهواء وتزيدوا مثلا للرخام للباركي حسب انتم قد بتستهلكوا هيدول الشفرات، بيبقى انه مكفول من قبل الشركة العارضة وكتير سهل انكم تفكوا الشفرة وتركبوا وحدة تانية محلها. وكان يمكن الفيديو جدا واضح بهيدا المجال. فاتصلوا فينا هلا على 9700225678 واحصلوا عليهم اكيد بيوصلوا من دون اي تكاليف اضافيه. انا بتمنى لكم ويك اند يكفي حلو، تبعوا حالكم، بشوفكم التنين، باي باي.